المؤمن أيها الإخوة الكرام أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك أن تدخل الجزائريين جميعا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا آخر مصاب. فقدنا للأسف 10 من خيري هذا الوطن. إلى يومنا هذا منذ يمس تم إجلاء سبع ضحايا، وهما امرأتين ورجلين وطفلين صغيرين، واليوم في الصبيحة هذه تم كذلك إجلاء رجل يبلغ من العمر 60 سنة رحمهم الله كلهم. الأبحاث متواصلة لأنه بقي ثلاثة أولاد يتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 10 سنوات. جندت لهذه العملية إمكانيات كبيرة، حوالي 500 عون من الحماية المدنية، 24 غطاس و14 فرقة للكلاب المدربة، طبعا بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الأخرى.